بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 1967، نظم بمدينة إوتريخت الهولندية حفلا فنيا وموسيقيا بمشاركة العديد من الفرق الموسيقية والكوميدية. حضر هذا الحفل البهيج العديد من المدعوين، من بينهم سفير المملكة المغربية والقناصلة المعتمدين في هولندا. خلال هذا الحفل استمتع الحاضرون بعروض فنية كوميدية وموسيقية للعديد من المجموعات الفنية كمجموعة إتران والكوميدي محمد بن سعيد والكوميدي المغربي المعروف بسو. بسم الله الرحمن الرحيم. أزول محمد الحاوي، جمعية حوار دي هولندا. شرف أن أخذت مسمح الفرصة بمناسبة السنة الجديدة الأمازيغية أسكو سمينو أن نظم كوتريخت لأول مرة يجن حفل أو يجن مهرجان ثقافي أمازيغي دي مدينة كوتريخت استنسيق المسرح البلدي. حضور يجن جمهور غفير، يجن جمهور إمازيغن هولندا، يعني إمازيغن العالم يدوس زي هولندا زي الدول المجاورة. الحفل تغذيس يجن برنامج شيق للأطفال، يجن عرس أمازيغي ريفي نستحضر داسي حرام تي حرامين تي مزيانين يارين مزرين باش النار التقاليد تقدينت نقول على ريفين يا ذنت الرودا مازيغي سبنشت تسغني دريزارات الى اخره. اولا سنجيج الحفل موسيقي، الموسيقى الملتزمه من يغنينا موسيقى الملتزمه ان فكر الادب الامازيغي ان يجي الفرقان اثران نعرف توغاس الشرف أتر أورار أمازيغ ذي المستوى ذي إثران نسوس نسوسة ذي الكوميديا دي سنزي عريف ذي الجنوب المغرب. ولكن أحسن حاجة تغطي المهرجان هو أن أثنديسي هولنديين ذي مزيغن ذو عربا باش تعرفون كيجن الحضارة الأمازيغية يدي تفتخر الطاس يدي نقار بأن الحضارة الأمازيغية يخستيرين منفتحة الثقافات الأخرى باش ان عباس يجن الرساله او يجن الميساج تنسيوض بان الشين الموروث الامازيغي موروث متفتح يقتدي القيم الانسانيه حضاريه باش نسيوض يجن الميساج ذا سبحان. وزمان يعني بان كان تثوت جوز الدستور لان اخيرا تمازيغ اعترف زي الدستور المغربي، اذا انت جزء لا يتجزا من الدستور المغربي. ولهذا نتمنى الجميع هذيك نفوس بفوس باش تخدم تمازيغ الطاس تنظيم مسائل او مهرجانات ثقافيه فنيه ذي المستوى باش نكشف الصوره تصبحت. ونتمنى اسكو سيدي يوسين انك محسن ولكن نقراسي يماروني تتمس مزيخت الله يخليكم كفوس كفوس حاور ثياويا سيورثي قوياويا وسيورثي اخوياويا باش انكيجن الصوره تصبح حتى مزيخت نخ تشكاخ مروي حضان خاصة الجمعيات إذا يساندن خاصة أطفال وتريخت خاصة الدبلوماسية الرسمية والموازية يحضان تشكاري حتى هولنديين يجين يجوفوا صدام قران يورا مزيغ تقاديخ الجميع والسلام عليكم. ايوا نهار جرثا جن جرث يعني جن جيتك جن الاحتفال عز خنق بزاف سجل المناسبة عز خي مازيغن المناسبة هي طبعا سكواس الجديد 1967 الاحتفالية ثانية وسند مجموعة من الفرق مازيغن زكي المغرب سازكي اوروبا كذلك الفرقة تمتاز غاصن جن رسالة ملتزمة عبان خرجن الفن راقي فن الثقافة الأمازيغية والفن الأمازيغي والجالية حظى بقوة إمازيغن وغير إمازيغن زريق الله بعضي هولندي حضان باش تعرف الثقافة يا باش يعني هذا السنن ما يوض الفن الامازيغي نشطب على الحضور اينو دانيتي الحضور ندرثا القناصله وسند اكيدي كذلك
منايا طبعا نش وصيغد لان هذا مازيغ وفخور بامازيغيتي، وكذلك الاخوان وسيند كذلك، وخوفه من كل شيء، ولكن يوقع اجن التجاوب يعجبسن الحال اوذن ديوسين المستوى، خاصه مثلا مجموعه اثران قاعز قاب عثمانين اثنين خدمن منايا هو الحل ربما، والسبيل في رايي انه الثقافه الامازيغيه اللي غاتجي الحضور عالمي يوكذن تسمى غتسنن خطا قارب عن خصنا تطلع عن خص خطا منين شنين طبعا يعني الرساله يعني الثقافه الامازيغيه يعني معروفه دائما خصنا شنين نحافظ خص تنبرز بلا اقصاء بلا من نحتقى اي ثقافه نظني استرقية تعتقد أن الثقافة الأمازيغية سيجي المستقبل ظاهر إن شاء الله. شكرا. كما شفتوا كان حفل بهيج، كان حفل ناجح بكل المقاييس الحمد لله، اللي استطاعت فيه الجالية ديال أوتريخت أنها تحتفل بالذكرى ديال رأس السنة الأمازيغية. كان الحضور قوي على المستوى الدبلوماسي ديال السيد السفير والقناصلة ديالنا في هولندا، وكان العرض الثقافي والعرض الفني في المستوى في هذا المكان اللي كتشوفوه اللي هو المسرح البلدي ديال أوتريخت اللي معروف بالجودة ديال العروض ديالو. وكنتمنى أن هذه المناسبة بالمناسبة ديال هذه الذكرى هذه ديال رأس السنة أنها تكون سنة ديال المحبة والإخاء والأخوة في إطار الديمقراطية ديالنا وفي إطار الوحدة الوطنية. شكرا. السلام عليكم. الفنان محمد باسو خريج مدرسة كوميديا 2009، اليوم غصاد هولندا يليخ ديغد على قبل يعني الفيستيفال نيغد يعني تفوقلا نسقاسة بينها مازيغ يقيت المناسبة اللي كله يعني تجمع كله يتمازيغ باش تحتفل المناسبة يد يعزان دار كله يمازيغن. الحمد لله تقيت المشاركة يحلان يت المشاركة اللي إيقا أولا زوار يت المناسبة للتواصل والحوار نقر توق تنينا زورن سواء المجال الفكاهة سواء المجال الفني الموسيقى غرقص إيقا وديت المناسبة بس باش يعني هذه التعرف خفية الثقافة هذه يعني الثقافة الجالية المغربية إلا نغمسنا أن هولندا. دونك أنا بالنسبة لي هذه يعني أول مشاركة لي في شي عمل فني في هولندا وبالضبط في أوتريخت. نتمنى إن شاء الله يكون مشاركة أخرى، وبالنسبة لي هذا يعني واحد المناسبة للتواصل واللقاء مع فعاليات أخرى اللي كتنشط في بزاف ديال المجالات اللي هي مختلفة. حنا فرحانين مع الجالية اليوم وكنحتفلوا معاهم في هذه يعني السنة الأمازيغية اللي كنتمنى إن شاء الله الله يدخلها على جميع يعني المغاربة والعالم بالهناء والرفاهية إن شاء الله والمزيد من السلم. السلام عليكم ورحمة الله. منعم أكنان ممثل ديال حركة الطفولة الشعبية فرع الناظور. احنا جينا مثلو حركة الطفولة الشعبية في الناظور وتلقينا دعوة من جمعية حوار وبالضبط من الأخ محمد الحاوي اللي كنشكروه على هاد الالتفاتة هادي وكنشكروه على هاد الدعوة هادي. احنا المشاركة ديالتنا في هاد المهرجان هذا هي مقتصرة في العرس المغربي الأمازيغي يعني الخاص يعني بصفة خاصة، وحنا جينا وقدمنا هنايا المنتوج ديالنا وحاولنا ما أمكن أننا نوصلوا واحد رسالة واحد ثقافة ديال التقاليد ديال العرس المغربي في مدينة أوتريخت، خصوصا أن مجموعة ديال الإخوان الجالية يعني من جميع من المغرب كامل ومن الوطن العربي كامل يعني حاولنا ما أمكن نوريو لهم نعطيوهم واحد الصورة على التقاليد المغربية اللي تبارك الله يعني متنوعة بزاف، لأن هذا باش كيمتاز المغرب هو أن فيه بزاف ديال التقاليد بزاف ديال العادات. وحنا كنشكروا مرة أخرى جمعية مؤسسة ديال الحوار في شخص محمد الحاوي، وكنتمنى لجميع الأمازيغ سنة سعيدة وأسقوا سمينو. السلام عليكم.
مرة اسم إمازيغ المرة هذا سنقوم يجن تكريمها بزيان. خلال هذا الحفل الذي نظمته جمعية حوار بإوتريخت تم تكريم مجموعة إتران المشهورة وكذلك أحد الإعلاميين المغاربة في هولندا.